انت الحين ورات ما تقومين وتساعديني بشغل البيت. انا توني صغيره وما بعد تزوجت. الله يعين اللي بياخذك. هذا انتم يا جيل الحين، اذا تزوجت بقول رجل يجيب لي خدامه وطباخه الكترونيه. اقول قومي بس وخري وخري وخري، خلنا كنس اللي حولك لا تشفط الماكينه. ليه ما تجيبين شغاله؟ انا على اخر الزمن يا جهيه، اجيب شغاله الكترونيه. يما بصراحه حنا بيت متخلف، كل ما سالوني صديقاتي عن شغلتنا وش ماركتها قلت ما عندنا شغاله ويضحكون علي. يعني السالفه تكشخ وبطره. لا بس بيتنا مليان ناس، انا واخواني وجدتي اللي قاعده ولاصقه عندنا، لو جبت شغاله اول ما يرتاح انت. ايه يا بنيتي خليها على ربك. يما الحق يا بريق السياح. يا ربي صح صح، ده شفتم بيتنا متخلف في 2100 وعندنا بريق سياح. شفت اخر خبر يا مدلم؟ وش اخر خبر؟ بص شوف ناظر، خلصوا الخدامات البشريات، لا عاد في كفالات ولا جوازات، اشتر لك شغالة الكترونية من اي محل اجهزة واستعملها الين تنكسر ثم ننطلها. وده اللي خلاني في مكتب الاستدامة اللي بشتغل فيه نحول نشاط البيع الخدمات الالكترونيات بدل الشغالات البشرية. صدق عاد يقولون الحين في اندونيسيا وسريلانكا اكبر نسبة بطالة مرت في تاريخهم. هذه ضريبة التقنية الحديثة. وانت يا مدلعم لغايه دلوقتي ما عندكش نيه تجيب شغاله الكترونيه؟ من وين اللي يشتري هالشغاله الالكترونيه؟ يا اخي اذا ما عندكش تجيب جديده الحرق من الشغالات، طب تريح مراتك مزنة. اسمع لا تقول اسم حرمتي، لا انا اتفك، خلي المره تكرف. وش وراها؟ بصوا بقى، دعيت من الشغالات الالكترونيات اللي بنبيعهم عندنا وجبتها تشتغل عندنا في البيت. ما شاء الله. او نحن بالتقنية فضلا اختار مشروبك المفضل، شاهي قهوة عصير دقيق. افا يا ولد وش الصوت اللي طلع منها؟ وش طيط هذه يا حنفي؟ الطيط دي اختيار لمشروب كان موجود فيها قبل ما نجيبها للسعودية، بعدين الشركة هنا شفروه لأن المشروب ممنوع. طيب وإذا قلت طيط؟ إذا قلت طيط هتصب لك زيت فرامل. أعوذ بالله. أنت جيب لي شاهي شاهي. ها المقادير داخلها؟ أمال إيه؟ دي ماركة عالمية اسمها تستس. آه وأنت يا صافا عاوز تشرب إيه؟ أبي شاي عدني. طيب ما ألقى بالحراج مثلها موديل قديم؟ موجود تستس 2085 وتستس 2087، استعمال حشمة وأسعارها حلوة أوي. ويصب الشاي؟ بتصب كل حاجة. أجل توكلنا على الله. أقول مش رأيك تتزوجيني؟ لا يا حبيبي أنا بنت مصنع وطني، ما أتزوج أمثالك. يقصع مخيته من زين وجهك عاد. يا هالولد الله يصلحه، ما غير يتضارب مع هالوراعي ويقطعوا مساريره. صباح الخير يا عسل. صباح النور، هلا والله بالقمر. وش قاعد تزينين؟ هالشيطان اللي ما غير يعافر خلق الله جايني من المدرسه ومقطع مساريره. انديلت مفاجاه. ها مفاجاه يا تستس تستس. خدامه خيطي زرار الثوب يا تستس. تمت العملية بنجاح. معقولة؟ يسرني أن أقدم لكم الخدامة الجديدة تس تس. تس تس اسكت يا ولد، هذه ماركة زينة. آه رجال تلقى صناعة أمريكية متخلفة وقديمة ولا بريال. لا تس تس هذه صناعة عربية 100%، لا تجميع صومالي ولا خلافة. طيب ممكن تسوي الواجب حق المدرسة يا تس تس؟ يا ربي حلت وجبة حسنة كلها واسمها الجاية. تس تس تعالي حكي ظهري. يا سلام والله فلح. تس تس كفينا روشي كايف. لا يا حواش إلا ما تعرف أنا ما أحب أتروش وعندي حساسية ضد الماء والتروش.
يا زين هالحمام زيناه ثلاث روش زين يا ناس. وانت يمه وراك ما تطلبين منها شيء؟ وين برنامج ما يطلبه المشاهدون؟ اطلبوا اللي تحتاجونه ولا تكثرون. اقول يا بنيتي يا فوسفوس. تستس يمه تستس لا تفشلينا. يا بنيتي يا تستس تعالي همزي رجلك. يا سلام يا زين تهميزها يا بنيتي بخليها كل يوم تهمز. هلا هلا والله ببنيتي. ها كيف الخدامة أعجبتك؟ أنا جاية يبا أتكلم في هالموضوع وعندي ملاحظات. تفضل أعطيني ملاحظاتك. يعني أنا لاحظ في البيت قلة وعي في دور الخدامة. وش فيك يبا؟ أنت معقدة الأمور يا جاي. ترى تتكلمين عن خدامة إلكترونية يعني كمبيوتر. ولو يبا هذه مهمتك يا بني ضبطي هالوعي عندهم. والله اني خايفة ان الخدامة تطفش مننا وتهج. ارتاحي يا بنيتي الكمبيوتر لا يهج ولا يسفر ولا حتى يخطف. اجل بناخذ راحتنا معاها. أقول لك عاد الشباب هناك أنا على هبال التنطيل حتى الدوريات هناك ما أقدر أطاردهم. أوف والله أخي أقول لك أبي شاي تبين؟ إيه أتستس ويلي شاي وأنا بس وحطي حليب ولا أقول باش حليب. لا لا سوي لي شاي سادة ما أبي أشرب شيء. أرقصي لنا. والله يا ترقص رانس كس كس عطي مبارك. يا سلام فلة وانا دباب يا شيخ. وين غداي؟ لا 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 وديني الحديقة قبل. تستس تعالي غسلي المواعين. تستس تستس اقول لك تعالي همزين. وينك يا تستس؟ عندي ضيوف وجبة ذبيحة ابيش تذبحينها وتصلخي. تستس تعالي غسل المواعين. وينك يا تستس؟ تستس تستس تعالي غسل المواعين. وينك يا تستس؟ تستس تستس خلاص 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 انا تعبان قدير يا كبير. وش فيها تستس لي؟ يبا شوف الشغالة انحاشت. حتى الشغالة الإلكترونية ما سلمت منكم ونحشتوها.